انا مواطن مغربي عندي البطاقه الوطنيه هيا خويا شهاده الحياه كتبين بلي انا عايش ما ميتش لاش اخويا ما نسافرش لاش هيا خويا شهاده الميلاد فيها كنيتي فين هما دوك العائله كاع اللي عندهم بحال الكنيه ما يعرضوا عليك ما يتزوجوا ما يموتوا ما فهمتش انايا فين هما هما خويا لي كونفرساسيون ديال صحابي حاشا واش يكونوا صحابي ديما غادي نسافروا وعود كديبه خويا بغيت المخزن يدير خدمته والله الا سمحت في حقي هيا خويا شهاده طبيه ما كيخنقني جود البحر ما كيقتلني الماء ديال البيسين ولاش اخويا ما نسافرش لاش اش بغيتوني ندير هيا خويا من عند البوليس حسن السيره والسلوك ما كنضرب بحجر ما كنقتل ما فايت مشدود ولاش اخويا ما نسافرش لاش ها هما خويا لي رول في بونكير ما فيهم حتى شي ريال ما فيهم حتى شي ريال ولكن واخا هكا وزاره السياحه مصيفط لها كاع البلايص اللي باغي نسافر لهم ولا مجيب واش حنا ماشي بنادم واش حنا ماشي مواطنين واش نموتوا